السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه مونكي ليرن. ده عبارة عن ايه؟ ان انت عندك بيانات كتيرة جدا، فهو يبدأ ان هو يحللها لك ويجيبها لك في اشكال زي كده. ممكن يكون في استبيان مثلا، او في طلبة مثلا جاوبوا حاجات، او اي داتا موجودة، فيبدأ ان هو يحللها لك من غير ما تضطر ان انت تكتب برمجة او ان انت تكتب كود. فالميزة بتاعتها اللي هو نو كودز، مجرد تديله الداتا، تديله الملف سواء ملف اكسل اكسس، سواء تديله مثلا موقع على النت، يبدأ ان هو يحلل لك الداتا باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويبدأ يجيبها لك، يقول لك ايه الفلوس مثلا اكتر حاجة تصرفها، ايه الاحسن نجوبة، ايه وهكذا. يعمل لك تحليل كامل لكل الداتا اللي انت عايزها بأقل مجهود ممكن.